محمد صالح. Ladies and gentlemen, I am here with your winner and still welterweight champion of the world, محمد سالم. محمد سالم احب احييك جدا على يعني انت معودنا دايما طبعا على النوك اوتس والفايتات دي. قول لي ايه احساسك وكلمه ان ستيل بتتقال والحزام بيتلف حوالين وسطك؟ الكلمه دي انا حاططها في دماغي من بدري. هي الكلمه دي اتقالت من زمان، اتقالت كل يوم في التمرين، اتقالت كل يوم وانا بتعب، اتقالت كل يوم انا دوست على حاجه تعبتني لحد ملعب الماتش ده. والحمد لله هي كان حاجه انا متاكد منها، واثق في ربنا قبل ما اكون واثق فيا، والحمد لله انا بتعب عشان اوصل لها. اه طبعا الواد كان خايف، وكل ما انت واقف معاه على الواقف يقوم نازل عامل شوت. هل في اي حاجه فاجئتك في الفايت؟ اتفاجئت اللي هو في كذا ضربه ضربتها له، كنت حاسس ان هو المفروض يقع بدري عن كده. لما اتفتح هنا برضو قلت المفروض يتفنش، استغربت كدان، وكذا فايت شفت له كان بيقع بسهوله، المره دي يعني صمت شويه. بس لا، كل حاجه عملها كنت انا عارف ان هو يعملها، بس انا لعبت باصابتين وانا بسخن دلوقتي ضلعت شد، فكان في سايد مايند في الاول ما عرفتش اقوم منه. بس الحمد لله يعني حاجه عالميه. اول مره العب ايفنت زي ده، الايفنت ده ما يقلش اي حاجه عن الايفنتات اللي بنشوفها بره. ايفنت عالمي، اقل حاجه تقال عليه عالمي، فاضيه، مش هقول لك تلعب ام ام اي، تلعب فاضيه. حاجه كبيره جدا. ده اي حد كل مره عايز اتحدى نفسي، عايز حد اصعب الماتش الجاي، وانا واثق فاضيه هجيب لي حد يستاهل ان هو يلعب على الماتش، يلعب معايا، وان شاء الله ربنا يوفقني واكسب تاني واحافظ على الحزام.